السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسى جميعكم بصحة وعافية. وعم شوف هذا الفيديو، أنا عبد الهادي من قناة فيزن ان دوتشلاند. اليوم رجعت بهذا الفيديو حبلش في سلسلة جديدة مثل ما وعدتكم، هي المحاسبة باللغة الألمانية. ححاول بهي السلسلة إنه ما تكون سلسلة فقط سرد معلومات نظري، لحاول إنه أجيب أنا من شغلي، مو بشكل عملي، ما بقدر أجيب بشكل عملي، بس لحاول أطرح المعلومات العملية كشكل نظري، ويكون الحكي فقط على الخبرات العملية أو المصطلحات الشخص اللي بيحتاجها بداخل الشغل. أي شخص بده يشتغل بالمحاسبة أكيد فيها بعض الاختلافات بين اللغة العربية واللغة الألمانية وطريقة العمل، لذلك الشخص بحاجة مصطلحات يلي بتنحكى بداخل الشغل. أكيد الكل عنده الملف اللي بيحكي فيه شيء ما يقارب 500 مصطلح عن المحاسبة أو عن المصطلحات المحاسبية، الواحد ما حيقدر يحفظ بصمه. أنا حاولت كتير بس هذا الشيء صعب، فلذلك أنا قررت بهي الفيديوهات البسيطة حساوي أنه ما تكون كتير طويلة، يعني حكتر الفيديوهات وتكون مدة قصيرة مشان ما يكون الفيديو ممل. ححاول أنه أطرح الشغلات اللي أنا بواجهها بشغلي، الشيء اللي نحنا بنلمسه بالعمل. رح أعرف شوي أنا عن عملي بسرعة. أنا اسمي عبد الهادي أبو حرب، بشتغل بدائرة حكومية بمدينتي بالشتات بقسم المحاسبة، صليت من شهر 11، فبلشت أفهم شلون طريقة العمل المحاسبية عند الألمان، وأيضا عن ذلك كمان عامل فايتر بيلدون على الإصابة، وأيضا عامل 2 براكتيكوم، واحد عند الإيديكا واحد عند شركة كيماويات. فتقريبا كان نفس العمل عند الثلاث شركات بنفس الطريقة ونفس الأسلوب اللي بيشتغلوا عليه. فلحاول أن أطرح هاي المعلومات، إن شاء الله ما أكون كترت حكي. حقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حناخد الدرس، حيكون عن إضافة زبون. الدرس الثاني حيكون عن الفاتورة، أنا كنت جامعه سوا بس صار الفيديو كتير طويل، فلح أقسمه قسمين، اليوم درس وغدا الخميس إن شاء الله درس. اليوم حيكون الدرس عن البارتنر أنليجن. شو معنات البارتنر أنليجن؟ وقت نحن بدنا نضيف زبون أو بدنا نضيف مثلا لفغانت اللي هو المورد أو الزبون، ما بيقولوا بارتنر هينتسوفوجن، إنه إضافة مثل ما نحن عم نترجم باللغة العربية بشكل مثلا منقول. لا، هن بيستخدموا فعل بارتنر أنليجن معناته إضافة زبون. الكوندن في له عدة أسماء، مثلا ممكن يكون كوندن، ممكن يكون بارتنر، ممكن يكون أيضا بتور أودا للمورد دب يا كريدتور، يا هيك يا هيك. كل شركة على حسب توجهها الاقتصادي، على حسب الشيء اللي هي بتشتغل فيه، بيسموا الأشياء بمسمياتها. فهي أول نقطة نحن اتفقنا عليها، شو بيقولوا وقت نحن بدنا نضيف زبون بارتنر أنليجن. هلا انواع الزبائن هي في اكثر من نوع. في عندك زبون هو بيحول المصاري وبيعمل له اوبافايزونج او بيعطيك بارجلد على حسب الشركه، وفي زبائن بتقول لك انت اسحب من حسابي، انت بدك تساوي اين سين او بدك تساوي ابوخن، انه سحب من الحساب، حجز المصاري من حسابه البنكي. فلذلك وقت نحن بدنا نضيف هذا الزبون بدنا نضيف عليه اكثر من شغله مهمين كثير. على سبيل المثال نحن عندنا زبون، نحن بدنا نسحب من حسابه البنكي، فوقت نحن بدنا نضيف بطاقة الزبون على أي برنامج محاسبي، وطبعا البرامج بتختلف بين كل شركة وشركة، في البرامج العامة اللي بتستخدمها أغلب الشركات هي الإس آي بي الداتيف، وأيضا في الإكس فيري، وأيضا في كتير شركات في لها برامجها الخاصة فيها اللي هي بتبرمجها للشركات الخاصة. فمثلا عندنا برنامج اللي انا بشتغل عليه، وقت نحن بدنا نضيف زبون انه نحن نسحب من عنده، فبيكون المسمى كالتالي، هيك بارتنر als Kunde mit Zeba last Schrift Mandant، انه انا ساوي last Schrift او اسحب من عنده. اوكي، هلا هون في شغله انا بدي احكي عنها، الماندانت. الماندانت ممكن يكون ايضا معناته هو العميل، فالعميل بالشركات البيع والشراء هو نفسه الزبون. اما مثلا نحن عندنا بقلب المدينه العميل هو الكرايسات الموجوده عندنا، مثلا نحن كرايس مندن، عندنا كرايس هيلي، عندنا كرايس مثلا نامن، كرايس بوترز هاجن على سبيل المثال، اسماء المدن اللي حوالينا. فنحن هدول بنسميهم ماندانت. الماندانت الرئيسي اللي هو نحن الاداره الرئيسيه. فعلى سبيل المثال نحن بكرايس مندن بدنا نضيف زبون، بس بدنا نعممه على كل
العملاء اللي موجودين عندنا، او خلينا نقول على اللغه التجاريه تختار فيرما مثلا. فهون نحن بنساوي شيء اسمه بارتنر ان اندرن ماندانت اوبتراجن، يعني نحن بعد ما نضيف الزبون بنعمل خيار انه ينضاف الزبون مو بس بمندن، ينضاف الزبون ايضا بكرايس هيلي، بكرايس بترس هاجن، بكرايس نامن، كل العملاء الصغار الموجودين عنا او الادارات التابعه للاداره الرئيسيه. هذا الفعل هو اسمه اوبتراجن. اوبا تراجن انك انت تنقل المعلومات على كل العملاء الموجودين عندك او الادارات الموجودين عندك التابعين لك. مثل ما هون شايفين الملاحظه انه بتختلف على حسب الشركه وتوجهها الاقتصادي والمسميات الموجوده عندها. هون رح اعطيكم مثال بسيط كيف منضيف زبون مع الزبا لاست شغيفت ماندانت، انه شو هي المعلومات الرئيسيه اللي لازم نطرح. انا بتمنى انه يكون عندي برنامج اقدر اشتغل عليه، بس هذا الشيء صعب مشان حقوق الملكيه، ما بقدر اطرح اي معلومه من البرنامج اللي انا بشتغل عنه. فلح نقول اول شيء الاسم، النام، الادرس، الايبان، هدول ثلاث شغلات اساسيات واضحين. هلا البيك ايام ممكن البرنامج يعطيك اياه بشكل اوتوماتيكي، بس انت تحط الايبان، ممكن لا انت لازم تضيفه بشكل يدوي. فنحن وقت بدنا نعطي شيء على الكمبيوتر نعطيه او نكتب عليه، ما بنقول انا عم بكتب على الكمبيوتر، ايش غايبه، تصد فالش، ما بنقول هيك شيء. هن بيقولوا اين جيبن، انا عم بكتب معلومات عن طريق الكيبورد. هون بيقولوا هن اين جيبن. اوكي، هلا شو المعلومات الرئيسية الخاصة باللاست شريفت؟ عندك ماندانت اير كانونج، يلي هي مثل الشفرة يلي انت بتحط له اياها للعميل اللي عندك او للزبون اللي عندك، مشان كله شفرة خاصة بتظهر عندك على طول مشان تميزه مثلا بكشف الحسابات بالكونتو او ستسوكا. هحاول اني استخدم المصطلحات باللغة الألمانية، ربما يكون اللفظ فيه شوية مثلا يكون مو ظابط كثير 100%، فهذا هو مانو درس تعليم اللغة الألمانية، بس خذوا الكلمات الرئيسية مشان تستفيدوا منها إذا الواحد يعمل براكتيكوم أو بده يشتغل بضمن هذا المجال. المعلومات الرئيسية اللي بنحطها نحن بالماندانت اير كانونج هي الماندانت، يعني الإدارة الرئيسية اللي عم تضيف هذا الزبون بتحطه، بعدين بتحط رقم البارتنر، يعني بس تفتح بطاقة زبون انت بيطلع لك رقم فورا، هذا بشكل اوتوماتيكي بيعطيك على حسب شجرة الحسابات اللي هي عندك شو رقم الزبون هذا. بعدين بتحط داتوم دير ايرفاسونج، اما بيكون تاريخ اضافة هذا الزبون او بيكون ايضا تاريخ توقيعه على الارمشتيغونج. الارمشتيغونج هو موافقة منه انك انت تسحب من حسابه البنكي، ممكن تحط هذا التاريخ او هذا التاريخ على حسب توجه الشركه. هلا هون الخيار الثاني اللي لازم نحن ناكد عليه فيرفين باركايت، اللي هي كثير اكيد بتشوفوها بعقود الانترنت او بتشوفوها بعقود الكهرباء، اللي هو السحب، هل هو مره واحده اين مالش او دا فيدا كيرند، انه اكثر من مره بالتقسيط مثلا. وقت بيجيك عقد كهرباء فانت بتحط على هذا الخيار فيدا كيرند، انه حينسحب مني اكثر مرة وليس مرة واحدة فقط لا غير. وقت بنوصل على خيار اللاست شغيفت بيكون عندنا هون بيكون عندنا خيارين، اما اينسوك او دا كاين اوزفال، انه اذا انا نقيت الاينسوك معناته انه انا بينسمح لي او النظام بيعتبر البرنامج بيعتبر هذا الزبون كأنا بقدر اعمل اينسي من عنده من الحساب البنكي واقدر اسحب المصاري واعمل له ابوخونج. اما اذا انا نقيت كاين اوزفال وجيت بدي ساوي فاتورة فوتر فاتورة على اسم الشخص، فبهي الحالة ما حيطلع لي الماندانت اير كانونج ابدا وما حيتعرف علي كزبون اينسوك. فلذلك هون لازم يكون الخيار ضروري يكون اينسوك. الكولتشكايت يلي هي من امتى لامتى هي بطاقة الزبون شغالة وبعدين حيصير لها شبيغن، حتنقفل، حتصير كشبيرت. هون بتحدد التاريخ ولازم يكون التاريخ صحيح، وضروري تعرف التاريخ من امتى لامتى هذا الزبون مشان بشكل اوتوماتيكي يوقف هذا الزبون وما عاد يتفوتر عليه اذا انت عامل له مثلا دواء بوخونج. ان شاء الله بالفيديوهات القادمة بحكي شو هي الدواء بوخونج. فلذلك هي اهم المعلومات اللي لازم واحد يذكرها باضافة زبون. انا عم حاول انه يكون الدرس هيك افضل ما مثلا جيب هي الكلمة مثلا الماندانت اير كانونج بدرس لحاله يجمع كم كلمة واحد احكي عنه، لا هيك انا عم حاول انه طبق الشغل العملي على الشكل النظري. هيك بهي الحالة بيكون خلص اول درس. بتمنى انه تعطوني رأيكم بضمن التعليقات، هل العطاء جيد، ربما انا عندي غلط بالعطاء،
وتنصحوني، ممكن يكون عندكم انتم نصائح ايضا او في شيء انا غلطان فيه كمان قولوا لي اياه، ان شاء الله كل المعلومات صحيحه، لانه انا هاد شغلي اللي انا عم بشتغل فيه في حاليا يعني باذن الله صحيحه. فلذلك لا تنسوا الدعاء، دعم لايك شير القناه وللفيديو، ان شاء الله تكون هي السلسله مفيده، مع انه حتكون ما كثير المشاهدات العاليه لها، بس ما عندي مشكله، المهم العالم تستفاد من محتوى لسه ما له موجود على اليوتيوب ابدا، واقدر اني اقدم خدمه واكسب منكم الدعاوي الحلوه. وهلا لحلكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.